سلام ونعمة ومحبة إلهنا وفادينا الرب يسوع، له كل المجد والإكرام. الحلقة اليوم الحلقة 68 من برنامج معك يا رب من قناة سيسات الفضائية، وتعتبر أول حلقة بعد القيامة. قيامة مباركة وعيد مبارك، كل سنة وانتم طيبين. بتمنى أنه بنقوم في كل شيء. اليوم حلقة خاصة لأنها حلقة بعد القيامة. دعونا ننحني في الصلاة في بداية الحلقة، ونستنى أن الرب يكلمنا، نستنى أن الرب يقومنا، نستنى أن الرب يعمل في حياتنا. تعال أخويا، تعالي أختي، لتكن صلاتك اليوم، ليكن انحنائك اليوم انحناء مختلف عن كل الصلوات، لأنه إحنا الآن خليقة جديدة بعد القيامة. نقوم عن كل ما هو واطئ، نقوم عن كل ما هو لا يرضي الله، نقوم عن كل ما هو شائن، عن كل ما هو لا يمجد قدسية الله. أمين. يا رب أنا بشكرك، أحمدك، أرفع اسمك، لك الجلال والحمد والمجد. يا رب أنا بشكرك لأنك تركت القبر فارغ. بشكرك يا رب قمت، بشكرك يا رب قمت وعطيتني حياة وعطيتني غفران وعطيتني أمور رائعة. ساعدني، ساعدني أنه بتمتع بعطاياك، ساعدني أنا أتعلم منك، ساعدني أنه بعيش مثل ما كنت أنت بتعيش في الأرض يا رب. ساعدني أنا نفسي بس مش قادر، ساعدني يا رب. أنا بشكرك وعظمك يا رب. كلمني كلمني، خليني أكلم أخواتي، سمعني صوتك. أشكرك 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 لأنك سمعت واستجبت. بتمنى أنه بعد القيامة صلاتك بتختلف وصلاتي بتختلف، حياتك انت بتختلف وحياتي انا كمان بتختلف. بنكون انه ارتفعنا شوية، واللي نفسه يرتفع اكتر طوبى له، واللي نفسه يرتفع قليلا سيرتفع اكتر، ولكن لا ننزل لا ننحدر. امين باسم الرب يسوع. تعودنا كمان في كل حلقة جديدة أنه بنحفظ آية. اليوم الآية هي عن القيامة، والآية موجودة في يوحنا إصحاح 25 الآية 11. الآية بتقول، دعونا نحفظها، الآية قدامكم على الشاشة في يوحنا 25، بيقول الرب يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. يوحنا 25 11. بتمنى بتقرأوا هذا الأصحاح، أصحاح القيامة، الآية مرة تانية. القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. احفظوا هذه الآية، والرب يقول أنا هو القيامة والحياة. بما أنه هو قيامة والحياة سنتكلم بشكل موجز، لأنه الأسبوع اللي فات واللي قبله أخواتي أنتوا المؤمنين سمعتوا برامج كتيرة عن القيامة وعن آيات، ولكن الأشياء اللي أنا كمان سمعتها تعلمت منها. ولكن دعونا هذه الفترة أنه بنقوم أي نعمل، لا نسمع ولا نقرأ ولكن لا نعمل، لكن دعونا نأخذ آية واحدة ونطبقها في حياتنا. بنركز مثلا الآية اللي قرأناها قبل شوي،
بتقول أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. دعونا أنه مثلا بما أنه هو الرب يسوع رب الحياة، اجعلوا أفواهكم بتكون تنطق بالحياة، حياتكم بتكون حياة. الحياة معناها النصرة، معناها القوة، معناها الكرامة، معناها الحب، معناها كل روعة وكل جمال. هذا هو معنى الحياة. الحياة فيها شيء جميل، ولكن ضد الحياة هو الموت. في ناس بيعيشوا بيأكلوا وبيشربوا ويتنفسوا، ولكن حياتهم هي حياة أموات. معنى حياة الأموات إذن معنى أنه لا ثمر لهم، لا حب لهم، بيعيشوا حياة الكراهية. سأقول باختصار بعض أشياء عن القيامة وما معنى القيامة. القيامة الرب قام رغم كل الأمور اللي بتقول، أو بعض الديانات بيقول هو يقولوا أشياء عكس القيامة، ولكن القيامة الرب يسوع طبعا مات وقام، وفي أدلة كثيرة. أنا مش راح، هذا مش الحديث بهذه الحلقة. بما أنه القبر فارغ، إذا وهو القبر الوحيد اللي فارغ، إذا هذا الشخص اللي هو عنده طبيعتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، هو قام. وهو أنه نصلي أخواتي أصدقائي اللي ما يقدروش يفهموا يعني شو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، الرب يساعدهم ويساعدنا احنا كمان نوصل المعلومة بشكل بسيط. الرب يسوع قام لأنه هناك في شهود كثيرين، شهود احنا بسنة 2017، الرب يسوع قام من الأموات قبل 2017 سنة. القيامة هي اللي أعطتني النصرة واللي أعطتني القوة، وهي السبب أنه نحن مسيحيين، نحن أنه عدنا صارت كرازة وصار عدنا موضوع عظيم، مش بس موضوع ولكن حياة عظيمة. القيامة هي التفسير المنطقي الوحيد لحياة التلاميذ التي تحولت. القيامة هي قيام كيف التلاميذ أنه تغيرت حياتهم، وأنت تلميذ وأنا تلميذة، لكن التلاميذ طبعا بيختلفوا في القداسة، يختلفوا في الخدمة، يختلفوا في المنطق، يختلفوا في تكريس، ولكن كل إنسان، كل ابن، كل ابنة هي بتحب الرب يسوع وهي تعيش حياة مكرسة للرب يسوع، لابد أنه حياتها تختلف، لابد أنه حياته تختلف، لأنه هو تلميذ. ولكن نتعلم حسب تواضعنا وحسب اجتهادنا في دراسة الكلمة وحسب تمضية الوقت مع الرب يسوع. العلماء والعظماء اللي ناس كمان الناس اللي هم ملحدين والناس اللي بيحاولوا بيثبتوا نظريات أنه ضد الرب يسوع، ما زالوا يبحثون ولكن لا يجدون أي دليل بيثبت عكس القيامة، لا يوجد. كل بحوثهم الحمد لله هي باطلة، لأنه شيء لا يمكن إخفاؤه. القيامة شيء عظيم لا يمكن إخفاؤه. خلونا ندخل شوي لعمق معين. القيامة هي لقاء عجيب. القيامة هي لقاء عجيب، هو اتحاد
اللاهوت مع الناسوت كأنه شيء لا يمكن وصفه، ولكن ممكن أنه نتكلم عنه لأنه شيء حدث. كيف أنه حملت المطوبة مريم العذراء بروح الله، روح الله داخل جسد، وجسد قادر أن يحمل سر عظيم هو سر اللاهوت، وهو لأنه جسدها طاهر. علشان هيك أنه أول شيء أنه اللي بيقدر يستطيع أن يبرز قوة الله، ما بيقدرش واحد أي شخص يبرز قوة الله وعظمة الله وأعمال الله من غير الطهارة والقداسة. التقت الروح القدس في داخل جسد المطوبة مريم العذراء، وكان اتحاد عجيب، كأنهم صديقين، كأنهم صديقين اللاهوت والناسوت من البداية وإلى النهاية. اللقاء العجيب هو في القيامة، هو لقاء شعوب وأجناس التاريخ. كل الشعوب وكل الأجناس، أنتوا إذا شفتوا في قنوات كثيرة نقلوا أحداث القيامة اللي نقلتها وسائل الإعلام في أورشليم، في القدس، كيف الناس مجتمعة من كل جنس ومن كل لون ومن كل خلفية. اليهود كانوا مسلمين ومسيحيين ويروا هذا الحدث العظيم، وما زال عظيم إلى يوم لقائنا برب المجد. ونتناقل هذه الأجيال، تتناقل هذا الشيء، ولكن ليس تناقل فقط بالأخبار والكلام. هذا الكلام ربما كان من وقت قديم جدا، ولكن الآن نحن عندنا الكتاب، والكتاب المقدس هو كلمة حية بعهديه القديم والجديد. القديم اللي فيه النبوآت، والعهد الجديد الذي فيه تحقيق هذه النبوءات. وبعد ما تحققت النبوءات، نحن نشهد من خلال تغير كل واحد فينا، تغير كل واحد فينا بالروح، حسب الروح اللي عامل فيه. اللقاء الثالث العجيب هو لقاء البشر مع الملائكة، وكمان وهذا لا يقاس أيضا بلقاؤنا مع الله نفسه. الله ظهر في الجسد والتقوا فيه معه وتكلموا معه أبائنا من الأجيال القديمة، ونحن الآن كمان نلتقي مع الله كل يوم من خلال الروح القدس الساكن فينا، وهو روح الله اللي ساكن فيك. إذا كنت أنت قبلت الرب يسوع، إذا أنت دعيته، وليس هو دعوة ولكن لا أعيش القيامة، ولكن دعوة، والدعوة تستمر بإنه أتطور وأتقدس وأتقدم وأرتفع. والآن نحن الآن بدأنا بالارتفاع، كنا بأيام كل أيام الصوم وكل أيام الأعياد، وكلنا نقرأ ونسترجع كيف الرب يسوع تعذب، وبعدين بعد ما دفن ومات ومات ودفن وقام. من عندما قام، قام وإحنا انتصرنا. القيامة هي انتقال عجيب، هي انتقال من المحدود إلى اللامحدود، انتقال من العمر المحدود إلى العمر اللامحدود، من فوق الزمن. هل يوجد شيء
في العالم غير محدود أو شيء غير القيامة لا يوجد. القيامة تعتبر أعظم حدث في العالم تم، ولا يوجد شيء سيحدث أعظم من هذا الحدث أبدا. هو حدث مرة واحدة، ونحن نعيش بقوة هذا الحدث لحد الآن. القيامة هي أيضا انتقال من المرئيات إلى ما لا يرى. من الأشياء اللي كنا إحنا نشوفها قدامنا إلى أشياء لا يمكن وصفها. في أمور إحنا اللي الوصف الذي نوصف فيه القيامة هو وصف قديش إنه كتبوا العظماء والكتب، وقديش إنه عبر الأجيال اللي فاتت والآباء ألوفات بل ملايين الكتب بكل أنواع اللغات في كل القارات في كل مكان في العالم تناقلوا وكتب عن أحداث القيامة، ولكن كل ما كتب هو وكتب أحيانا بتكون كبيرة بتعابير حسب ما يعطي الروح القدس لكاتب هذه الكتب، ولكن مهما قيل مهما كتب هو فقط الجزء. لا يوجد كتاب وفى حق القيامة، ولا يوجد شخص بيقدر بيوصف القيامة ودهشة القيامة العجيبة. القيامة هي إذن انتقال من عالم الحواس إلى عالم الروح. هو نوع هنا نوع من التجلي للطبيعة البشرية. القيامة أيضا هي انتقال من عالم الباطل إلى عالم الحق. هذه القيامة. القيامة قوة القيامة أنت تقدر تختبر، كل إنسان يقدر يختبر قوة القيامة عندما يتغير. عندما يتغير يختبر قوة القيامة. القيامة هي قيامة الرب يسوع. إذا نحن القيامة هي قيامة الرب يسوع، القيامة هي أنه نتحد فيه من خلال كلامه، نتحد فيه من خلال العلاقة والشركة معه، ولكن أيضا نتحد فيه عندما نتألم مع الرب يسوع. هذا الموضوع اللي بيرفضه كثير من الناس واللي صعب يطبقوه في حياتهم، واللي حتى وإن كان أشخاص مؤمنين بالرب ولكن مؤمنين بيحبوا يختبروا القيامة وهي حياة الفرح وهي حياة القوة، ولكن في حياة المرض وفي حياة الضعف محتاج شيء خارق للطبيعة. وعلشان هيك قديش الإنسان عندما يقترب من الرب، عندما يكون عنده علاقة شركة حية مع الرب يسوع، وبعدين يدخل في ألم، وفي هذا الألم عندما في رجال ونساء الله القديسين والقديسات في وقت الألم يختبروا فرح غير عادي. هؤلاء الأشخاص هم الذين يحيوا القيامة بكل معانيها. وقت الألم، وقت التعب، وقت الفقر، وقت الانكسار، وقت الحرمان، حرمان ربما من شفاء، الحرمان طبعا صعب، ولكن الرب بيعطي قوة، والرب
يسدد صلاتي، انه ربي يسدد حرمانك وحرمانك وحرمان اخواتي واحبتي. يا رب انت قادر، يا رب انت قادر، يا رب يا الهي انا بطلب منك في هذا اليوم في هذه اللحظه تسدد حرمان كل شخص يا رب فقد شهيه الطعام، فقد الحركه، فقد شخص، فقد أمور بتسبب له المرارة والحسرة. يا رب أنت قادر تسدد الحرمان. أمين. شعرت أنه أحب أن أصلي لأناس عايشين بيننا ولكن بعيشوا حياة الحرمان، حرمان من الحرية، ربما هم في السجن، أو حرمان يمكن من الحياة البسيطة اللي كل إنسان يحياها، حرمان من التواضع، حرمان من القداسة، كلها حرمان، حرمان من الشركة العملية مع الرب يسوع، حرمان من الحب، حرمان من أعطاء الحب، حرمان من أعطاء الحب، أو حرمان من التمتع بالحب. ولكن في هذا الوقت نحن إذا اتحدنا مع الرب يسوع بالصلاة، إذا اتحدنا مع الرب يسوع بالعيشة معه، سنتمتع بالشبع وليس الحرمان. لا نقاسي الحرمان، وحتى إذا كنا محرومين، وطبعا بالحقيقة ما فيش شخص يتمتع بكامل الشبع، هناك لابد أن يكون نقص، لابد أن يكون نقص في إحدى نواحي الحياة. لا يوجد إنسان يعيش في منتهى الشبع، والحرمان هو سر الإنسان الالتصاق في الرب. الإنسان اللي بيعيش مطلق الشبع بيكون إنسان يعيش في قسوة، وقسوة بيكون مش محتاج أنه يصلي، مش محتاج أنه ينكسر، لا يشعر بأي ألم من ألم الآخرين، لا يشعر بأي ألم من ألم أخواته. علشان هيك الحرمان والأمور الإنسان المحروم منها هو شيء للصالح وللبنيان. الحرمان ولكن مع القيامة، مع حياة الرب يسوع، تعطي تقدم في الحياة، تعطي أمور عجيبة لا يستطيع الإنسان بالحصول عليها إلا عندما يكون يتحد مع الرب يسوع. الرب عندما قام في وسط الألم، وأنت كمان أخويا وأنت كمان أختي وأنا كمان حتى وسط الألم، مثل ما قام الرب، مثل ما قام الرب يسوع وسط الألم، وأنت كمان. ربما أنت الآن في ضيق، ربما أنت في حسرة وفي مرض وفي تعب، ولكن تستطيع القيامة. هو وسط الضيق، وسط الألم بتتم القيامة. إذا الإنسان يقوم بدون ألم، تكون إذا يكون بينتصر، لا تتحقق النصرة إلا إذا كان في حسرة، في ضيقة غير عادية. هذا الشيء يدفعنا للجهاد أكثر، للصلاة أكثر، حتى ننتصر، حتى ننتصر. ما تقدرش أنت بتحقق نصرة في حياتك إلا عندما الآن تنتفض، وأنت ممكن، أنت أو شخص يسمعني الآن على الحلقة في اللايف أو في الإعادة أو على اليوتيوب، وأنت الآن وسط النعاس تنهوم، تنفض الكسل وتقوم، وسط الخطية الآن تقوم وتتوب وتقول أنا قمت معاك، الآن قوم، الآن قوم،
الآن وأنت في الظلمة مباشرة افتح الضوء واكره الظلمة واكره الخطية، قوم قوم وسط قمة المرض الآن، قوم قول أنا شفيت باسم الرب يسوع. الآن الآن اليوم اليوم في هذا اليوم أنت تقوم، أنت في هذا اليوم تقومي الآن. لا يوجد شيء مستحيل، لا يوجد شيء مستحيل. الرب حي، حي في حياتك وحي في حياتي الآن. عندما تقوم توقع القيامة هي مواجهة المستحيلات، قيام وسط الألم وسط الكسل وسط الظلمة قيامة، وكمان القيامة في مواجهة المستحيلات. الآن الآن اثبت وقوم وانطق في لسانك، وانطقي في لسانك قولي لا يوجد مستحيل، استطيع كل شيء. نعم انت تستطيع كل شيء، انت مش انسان عاجز، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، لان قوة القيامة قوة حية، قوة في حياتك وقوة في حياتي. ماذا أنتظر؟ ماذا تنتظرين؟ هناك عمل عظيم. الرب يتأمل أنك أنت نفسك اللي بتقوم فيه، أنت نفسك اللي ستكوني سبب في تحرير الأسرة، في سبب خلاص العائلة. أنت وأنا كل واحد فينا هو سبب في خلاص كل عيلته، هو سبب في قيادة كل وإنقاذ كل العيلة وكل ما له علاقة في العيلة والأصدقاء. كلنا أبطال باسم الرب يسوع. أنت بطلة لأنه الرب في قلبك، وأنت بطل لأنه الرب في قلبك، ولأنك أنت قررت أنك تعيش حياة النصرة والقيامة. القيامة هي اختبار للسلام، اختبار نعم للسلام. أنت مش ممكن اتصال تليفوني من أختي نادية. ازيك أختي ريتا؟ أهلا 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 دكتورة نادية، كيفك حبيبتي؟ أنا كويسة، ازيك أنت؟ أشكر رب يسوع، أشكر رب يسوع. أنا بشكرك على موضوع القيامة اللي اخترتيه في الوقت المناسب. شكرا لك. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة حبيبة قلبي، وكل العائلة إن شاء الله يا رب. وكل سنة وأنت طيبة حبيبتي. يا أنا بس حبيت، يعني أنا الموضوع ده مهم جدا. نعم. وأنت طبعا تناولتيه بعظمة. عايزة أقول إن القيامة دي يعني أهم حاجة نتكلم عنها، لأن يسوع بمجيئه قسم التاريخ إلى قسمين. نعم نعم. على طول أول ما جه. نعم. العهد القديم والعهد الجديد. بالظبط. وطبعا دي حاجة مش صغيرة، دي حاجة كبيرة جدا وما بتحصلش أبدا، وهو الوحيد اللي عمل كده. نعم. ليه هو قسم التاريخ؟ لأن هو رب المجد، ولأن هو خالق السماوات والأرض. بالظبط. ولأن هو اللي صانع التاريخ، ولأن هو معطي الحياة. بالظبط. وفي ثلاث حاجات مهمة. بميلاده، بميلاد المسيح حل السلام، وبصلبه محى الآثام، وبقيامته أعطى الحياة لكل الأنام. أمين أمين. رائع رائع. هل ما فعله يسوع، شكرا، هل ما فعله يسوع لأجلنا ممكن أن يمر مر الكرام؟ بالطبع لا. لا طبعا. إذن هل يمكننا أن نتوقف قليلا لنكرس حياتنا له؟ بالضبط. ولننتظر مجيئه الثاني واثقين أن نكون معه؟ ده السؤال اللي أنا عايزة أسيبه مع حضرات المستمعين. نعم. هل
نستطيع أن نتوقف قليلا لنكرس حياتنا الباقية ولننتظر مجيئه الثاني واثقين أن نكون معه؟ نعم. هي دي ملاحظاتي النهاردة عن القيامة. هل القيامة دي شيء عادي؟ هل حصل من قبل أن رب المجد يجي إلى الأرض؟ يسوع جه إلى الأرض وحل بجماله ومحبته وبجبروته وبروح القدوس، وبعدين لم يتركنا يتامى بل وعدنا أن نكون معه. بالظبط. في حد في الدنيا قد نبي في نبي من الأنبياء جه وعدنا أن احنا هنكون معه؟ لا. وأعطانا حياة أبدية؟ نعم. هو ليس نبي، هو رب فقط، هو رب المجد كله، هو الإله القادر على كل شيء، خالق السماوات والأرض. ما نحاولش نقارنه بأي نبي ولا بأي شيء ثاني، لكن هو الإله. عيب قوي إن احنا نقول هو أحسن من فلان ولا هو أقدر من فلان، لا، هو كل نعم حاجة لا يقارن. صح، لا يقارن، ودي الغلط اللي بنقع فيها أحيانا. بالظبط. يا ريت النهاردة نفكر كتير قوي قوي يعني، ونقارن اللي يحصل بالعالم من الشر والكراهية والقتل والاغتصاب، ونقارن محبة يسوع الخالصة اللي بلا ثمن مجانا اشترينا مجانا اشترينا بدمه الكريم على الصليب، وحررنا بقيامته وأعطانا حياة. أمين. شكرا يا أختي. أنا بشكرك، بشكرك، مداخلة أكثر من رائعة، رائعة، وركزتي على أمور عظيمة عظيمة، رائعة، ميرسي كتير لمشاركتك حبيبتي. عندنا مداخلة تانية من الأخت أم مروة. حياتي، أهلا وسهلا فيكي. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير حبيبتي، ربي يباركك. الله يرضى عليك، تسلمين عمري. انت اليوم الموضوع القيامة كلش موضوع كلش مشهور. نعم. بتسمعيني؟ نعم اسمعك. عندي صوتي يقطع. نعم صوتك واضح، احنا بنسمعك. اوكي اوكي. عندي سؤال حياتي انت. نعم. شلون نعيش القيامة حسب ما تشرحين انت؟ رائع. شلون نعيشها؟ رائع 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 رائع. كيف نعيش القيامة؟ كيف نعيش القيامة؟ حياتي ريتة. نعم. عندي طلب صلبة، طلب صلاة. نعم. البنتي مروة، وطبعا صلاتك دائما مستجابة، وأشكرك وأشكر الرب، يعني كل صلاة أطلبها منك تتحقق. أمين هاليلويا. حياتي أنت، بنتي وقعت وانكسرت رجليها، أريد إيدة الشافية وإلهنا، وأنا مؤمنة وواثقة أنه إلهنا قدير، يقدر يشفيها ويرجعها أقوى من قبل باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. بالرب. حياتي أنت. أمين. أوكي. والرب يباركك. أمين حبيبتي، الرب يبارك أنت كمان. شكرا عمري. أمين حبيبتي. أشكر أصحابي أصدقائي، أشكر دكتورة نادية اللي أضافت وأثرت البرنامج بنقاط أكثر من رائعة، أتمنى بتسمعوها بالإعادة يا ربي. وبعدين سؤال أختي الحبيبة أم مروة بتقول كيف نعيش القيامة، ونحن الآن في صلب الموضوع، هي سألت كيف نعيش القيامة، قلنا نعيش القيامة بحياة منتصرة. وعلشان هيك طلبت بداية الحلقة أنه يا رب أعطيني القوة لأعيش حياتك، حياة إذا بتعيش الإنسان بيعيش حياة القوة، بيكون حياة بدون خطيئة، حياة بدون ضعف، حياة طاهرة، حياة مقدسة، حياة فيها كل ما نعمل نضع الرب أولا في حياتنا، في كل عمل، في كل خطوة احنا نعيش حياة القيامة، لا نخطأ، لا نغتاب، لا نكذب، نبتعد عن كل شيء لا يمجد الله في الفكر، وإذا كنا لوحدينا قدام الناس قدام أي حد
قدام كل أحد في هذا. إحنا نعيش حياة القيامة، هي حياة القيامة، حياة الانتصار. أتمنى أختي مروة إحنا في صلب الموضوع وكملي معانا، وعندي اتصال آخر من الأخت فايزة، تفضلي. صباح الخير. صباح الفل، أهلا وسهلا أختي فايزة الحبيبة. ازيكم حبايبي؟ ربنا يبارككم أمين. وكده نتبارك كلنا، لولا القيامة، لولا قيامتنا وخلاصنا، لولا إن هو جه واتجسد وقام وكبر وقام في القيامة ما كانش لينا حياة، لكن هو بالقيامة أعطانا حياة، نعم. والحياة دي هي الحياة الأبدية اللي هنعيش معاه بسعادة وهنا، وهو دوت اللي جه بذل نفسه من أجل القيامة ومن أجل أن يعطينا حياة وحياة أبدية. يا أمين. ريت نتمتع ونبقى عارفين هو جه ادانا ايه، السعادة الأبدية، السعادة معاه في الهنا، إن إحنا نعم نكون نعم في عشرة نعم معاه ونكون واثقين بالعمل العظيم اللي هو عمله، وإلا كنا زماننا في عذاب، لكن بقيامته وبمجيئه علشاننا إدى للعالم نعم كله. يا ريت نعم تفتح عيوننا، نفتح عيون بعضينا من جهة قيامته وعمله ومجيئه علشاننا، وإدانا الحياة وأحبنا وأحبنا إلى نعم الأبد. يا نعم ريت إحنا نكون منتصرين في النصرة اللي هو ادهلنا، ونعيش حياة القيامة على الأرض علشان نقدر نتمتع معاه بالأبدية السعيدة اللي وعدنا بيها. أمين. دي القيامة الكلام عنها كتير، ما يكفيش قد إيه من الوقت علشان نقعد بالظبط. نتكلم فيها. ربنا يباركك يا أخت ريتا، ويبارك العمل اللي بتقدميه، وأنا بشجعك وبقول لك استمري والرب معاكي، وهو جه وأقمنا معه في الحياة، ادانا الحياة الأبدية، ونكمل إحنا بكل جهد وإحسان، ونخلي اليقين ده عندنا علشان نفرح بالقيامة ونتمتع معاه على الأرض وفي السماء. آمين. آمين حبيبتي. عندك طلبات صلاة؟ لو تسمحي، أنا عندي بنتي عندها مشكلة في العمود الفقري، عندها فقرة كده، عايزة محتاجة عملية، وأنا بطلب من الرب وبصلي وأنتوا تصلوا معايا من أجل إن هو يقدر من غير عملية يرجع الجسم آمين اللي باسم خرج الرب دوت. يسوع، باسم الرب يسوع. وابني كمان إيهاب عمل عملية في ودنه، كان ورم كانسر وشاله، ونشكر ربنا الحمد لله يكمل معاه بالشفاء الكامل، وبصلي وانتوا كمان تصلوا معايا من أجل الطلبة ديت، لأن الله بيسمعنا والله بيعطينا حسب ثقل قلوبنا. الرب يباركك ويبارك برنامجك ويباركك ويبارك انت كمان، ربنا يعمل كل خير. بشكركم جدا على المداخلة وعلى البرنامج وعلى العمل، والرب يقوي القناة ويسدد احتياجها في اسم يسوع. احنا بنصلي وهو بيسدد احتياجاتنا كلنا. بشكرك حبيبي، بشكرك كتير على المداخلة الرائعة جدا. الرب يباركك ويباركك حبيبتي، ربنا معاكم ومع القناة ومع شعب الله أمين. في كل أنحاء العالم. أمين حبيبتي. مداخلة أخرى من أختي عفاف. الرب يباركك يا أخت ريتا. الرب يباركك حبيبتي عفاف. يعني فعلا موضوع جميل جدا جدا، لأن هو ده أهم حاجة لينا، القيامة. نعم. يعني بدون قيامة نكون أموات. نعم نعم نعم. فهو قام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. آمين. هللويا، مجدا لإسمه. مجدا لإسمه فعلا. الرب صالح بجد يعني، ونشكر ربنا إن إحنا تمتعنا بقيامته. نعم. وبنصلي فعلا كلنا، وعايزين صلاة لكل قرايبنا وعائلاتنا اللي لسه ما تمتعوش
بالظبط بقيامة الرب. بالظبط يا نعم فدي أهم حاجة. فبنقول له يا رب من فضلك يا رب، اللي لسه ما عرفكش المعرفة الحقيقية، اللي لسه ما اتكتبش اسمه في سفر الحقيقة، اتمجد يا رب، اتمجد يا رب معاهم كلهم يا رب. خليهم يشوفوا القيامة يا رب، مش يبصوا بس للصليب ويفتكروا ان المسيح اتهزم، لا ده المسيح قام من بعد الأموات. نعم مفيش حد حصل له كده خالص. بالظبط امين، احلى نقطة هو هاي. نعم الوحيد نعم يعني كل الأنبياء يعني فاي واللي قبل كده كلهم عدمهم موجودة، محدش قام. نعم بس نعم هو لما راح قال لها الملاك ليس هو ها هنا ولكنه قد قام. بالظبط هللويا له المجد، له المجد. يعني لو ما فيش حاجة في الدنيا دي بتفرحنا أو ما فيش حاجة كويسة، أهم حاجة إن إحنا نفتكر إن إحنا بقينا معاه في السماء، ما بقيناش في جهنم. أمين فنشكر ربنا من أجل العمل العظيم اللي عمله. أمين؟ أمين حبيبتي، أشكرك أشكرك، وأنا كتبت اسمك راح أرفعك في صلاتي واتحدي أمين. معايا لكل الطلبات اللي راح نقولها. أمين حبيبتي، ربي يباركك. ربنا يبارك، أنا فرحانة قوي بالبرنامج بتاعك. ميرسي ربنا حبيبتي، ربي يباركك يباركك. ويستخدمك أكتر وأكتر ميرسي يا قلبي، ويعوض القناة بكل خير، والأستاذة هايدي وكل العاملين في القناة. أمين. ميرسي كتير، ميرسي كتير، يا سلام عليكم. سلام ونعم. مع السلامة. الكلام اللي مداخلات أكتر من رائعة، وفعلا أنا تشجعت وترفعت، وأكيد أخواتي اللي عم يسمعوني وما يقدروش يعملوا مداخلات على القناة أكيد سمعوا وأكيد اترفعوا. في ناس من مكانات بعيدة كل مرة بيتلفنوا لي ما يقدروش يعملوا مداخلات على التليفون. والجوابا لأختي أم مروة أنه بنقوم بالأعمال الصالحة اللي بنقدمها للآخرين، بنقوم كمان بالعبادة الصالحة، بنقوم بالأفكار الصالحة، بنقوم بالكلام الصالح للبنيان، بنعمل كل ما هو مرضي، كل ما هو مسر، كل ما هو طاهر، كل ما هو صالح للآخرين ولينا. وهي هذه الحياة، القيامة حياة النصرة، حياة إنه راسي مرفوع، بعيش حياة بدون خزي، مش بخجل من أي شيء، لأنه بجتهد بدون كسل. حياة الصلاة، حياة الفرح، حياة القوة، حياة التشجيع، هي هذه حياة القيامة. حياة فيها الإنسان هيك واقف مرتفع، لا يخجل، لا يخاف، لا يخاف، لا يتردد، لا يشك. بنقدم كلمة الرب يسوع من خلال العمل قبل الكلام، بنكون نعمل أكثر مما نتكلم، لأن الرب يسوع كان يجول يعمل خيرا وكان بمارس السلطان. وهي هذه الحياة، اختبار حياة القيامة، أنه اختبار السلام واختبار السلطان. كان الرب يسوع متواضع ولكن يأمر، خلينا نقول نأمر بالحق ولكن لا نأمر بالباطل، لا نراوغ ولا نقاوم ما ليس له حق، ولا نعيش بدون حسد، بدون ضغينة، بدون كراهية، بدون نفاق، بدون أي شيء لا يرضي. وهذه هي حياة القيامة. القائمة طويلة للصلوات، ودعونا الآن نبدأ في الصلاة. وأنا بعتذر عن أخواتي اللي عم يستنوني على الخط، أو اللي ربما أنه يتدخلوا، لأنه مش راح أقدر، لأنه البرنامج برنامج صلاة وليس برنامج تعليم، ولكن بناخد الأحداث كما هي موجودة ونعيشها. ولكن الآن نبدأ في الصلاة. بليز أتوسل إليكم، اتحدوا معايا، لأن الرب يقول إذا اتحد اثنان على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما. أنا راح أرفعكم وأرفع أخواتي، وأنتوا ارفعوا أخواتي، وكل حد اتصل فيها أنا ذكرت اسمه باسم الرب يسوع، أنه بيقوم كل شخص مريض بيقوم. أمين يا رب. أنا بشكرك
أعظم اسمك يا رب. أنا بشكرك لأنك قمت من الأموات وأعطيتنا حياة يا رب. يا رب أنا بضع أخواتي المنكسرين المنطرحين في كل مرض في كل خطية، الآن سأذكر أسماءهم قدامك يا رب، وأنت يا رب تتمجد وتعطيهم حياة يا رب. يا رب أنا بشكرك، بشكرك الآن أنت في الوسط. أضع أختي ليزا في صلاتك، في بين يديك يا رب. يا رب أنت بتشوف الأتعاب اللي هي عم بتعاني منها هي وجوزها وماتيو، باسم الرب يسوع بتعطيهم حياة، بتعطيهم قوة شفاء باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب أنا أضع أخويا فادي في المستشفى باسم الرب يسوع. قوموا يا رب، انهضوا وقول له قوم يا فادي، اخرج من المستشفى الآن باسم الرب يسوع. وكمان أخويا فايز يا رب أنا بشكرك لأنه أنت ستؤمر بالبركة على حياة فايز وتقول له قوم اخرج من المستشفى باسم الرب يسوع. يا رب أنا بصلي لكل مرضى الكانسر يا رب من فضلك يا رب. سهيل يا رب وأختي أولغا يا رب، أنا بنتهر هذا الداء اللعين من كل جسد، من كل شخص اللي بيعانوا الكانسر، وكمان لريهام ولمنى وأمل باسم الرب يسوع، لأبونا أغسطينوس، أبونا بشوي باسم الرب يسوع، لنرمين باسم الرب يسوع. يا رب من فضلك بتقومهم، بتقومهم من هذا المرض اللعين باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب أنا أضع رسمي بين يديك يا رب، تشفي يا رب، وتقول له قوم يا رسمي اخرج الى البيت باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، تعطيه شفاء كامل يا رب. انا بضع اختي سوزان باسم الرب يسوع، افتح لها الابواب المغلقة وباركها، بارك بارك حياتها يا رب من فضلك. انا اضع لطيف وعيلته من اجل الصحة والعمل والرزق، افتح له كل باب مغلق واجعله يعيش القيامة. انا اضع مونيكا من فضلك باسم الرب يسوع بين يديك يا رب، تباركها وتبارك خدمتها يا رب، وتعطيها وتملأها بالروح القدس، اجعلها يا رب تعمل بما تحب وما ترضى باسم الرب يسوع. ايفيلين من فضلك يا رب تباركها وتبارك صحتها يا رب، تعطيها حياة القيامة كمان باسم الرب يسوع. وصباح باسم الرب يسوع من اجل الصحة باسم الرب يسوع. سلوى ابراهيم باسم الرب يسوع تباركها بركات غير عادية. أختي أم مروة يا رب باسمك القدوس أضع مروة بين إيديك باسم الرب يسوع يا رب، أن ألمسها لمسة شافية، ألمس إجليها المكسورة يا رجل، واجعلها تقوم انهضها يا رب إلى العمل، إلى كل ما تحب وترضى، واجعلها تقبلك باسم الرب يسوع من فضلك. تيريزا من فضلك من أجل إيجاد عمل، افتح لها الأبواب المغلقة يا رب. وكمان أزهار باسم الرب يسوع، اشفي ركبها يا رب، واعطيها حياة القيامة يا رب، واعطيها يا رب، افتح لها أبواب العمل، رجاء باسم الرب يسوع يا رب. انت تكون معها في العملية باسم الرب يسوع، تشفيها قبل العملية اذا تحبيت يا رب. جوزيف يا رب تباركه وتبارك حياته. الاخ صبري باسم الرب يسوع عنده عملية يا رب تباركه. واسيل يا رب من فضلك يا رب تعطيها نعمة بعيونك أولا وبعيون جوزها ثانيا باسم الرب يسوع. يا رب أضع أختي دكتورة نادية بين إيديك يا رب، تباركها وتبارك حياتها. بشكرك على الكلمة الحلوة اللي متعتنا فيها بالأهب بالروح القدس، واستخدمها أكتر يا رب من فضلك يا رب، وفرحها بأولادها وأحفادها باسم الرب يسوع. دكتور نعيم يا رب من فضلك يا رب تباركه بركة غير عادية. ونورة من فضلك يا رب بتبحث عن دراسة في الجامعة، بارك بحثها باسم الرب يسوع. الأخ مجدي فخري بعيد عن الرب من فضلك يا رب، تعرفه سكتك وطريقك وتملأه بالروح القدس واجعله يعيش حياة القيامة. وسامي وأرجوان باسم الرب يسوع يا رب تباركهم بركة غير عادية من فضلك يا يسوع. الأخ كمال يا رب، وسمير وفيكتوريا باسم الرب يسوع يا رب، تحنن عليهم، تحنن عليهم واشفيهم شفاء كامل يا رب. صباح باسم الرب يسوع يا رب، يا رب، يا رب تباركها بركة غير عادية. وليزا يا رب من أجل الصحة والرزق، مارسيل من أجل الصحة يا رب،
مرفت وبديع يا رب تباركه بركة غير عادية، نبيل يا رب تبارك صحته من فضلك يا رب، ونرمين ومدحت يا رب تبارك صحتهم وتبارك رزقهم يا رب، وتحطهم برعايتك. إيفلين يا رب مرة تانية مشاكل عندها، مشاكل يا رب تبعد عنها كل مشكلة يا رب من فضلك يا رب. أخويا شكري من فضلك، أنا بنتهي روح الكانسر منه يا رب، اشفيه والمسه، أنت قادر 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 باسم الرب يسوع. أنطوني إبراهيم تعبان يا رب، يا رب تتمجد في حياته يا رب. نعمات وعاطف يا رب تباركهم بركة غير عادية، ورفيق عنده في المستشفى تخرجوا من المستشفى، وليث من أجل الرزق والزواج يا رب، تباركه وتبارك حياته ونشأته وعائلته، تسهل سفرهم. منى يا رب من فضلك تشفي كليتها المريضة وتلمسها لمسة شافية باسم الرب يسوع. سبينة من فضلك يا رب تعطيها أنه بتحب كلمتك وتوقفها عن التدخين باسم الرب يسوع. كل شخص يا رب بيدخن السيجاريت يا رب أنت تضع المرارة في تمه وتعطيه قوة أنه يعيش لك حياة القيامة. ونجوى باسم الرب يسوع عندها مرض في معدتها باسم الرب يسوع. مادلين ومنى يا رب بتبارك حياتهم بركة غير عادية، ومينا يا رب بتباركها بركة غير عادية باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع ترزقها نسل صالح يا رب من فضلك يا رب، وسعاد يا رب من فضلك يا رب، بتخرجها من الحالة الخطرة اللي هي بيها يا رب، تعطيها فرصة أنه تعيش لك حياة القيامة باسم الرب يسوع. هاري باسم الرب يسوع تباركه بركة غير عادية باسم الرب يسوع، والأخ مينا كمان تبارك حياته يا رب، وباسم الرب يسوع يا رب أضع أخويا نبيل بين إيديك يا رب، تحل المشكلة اللي هو فيها يا رب. وفايزة تباركها بركة غير عادية هي وفوزية يا رب، وأضع شيري يا رب بين إيديك لمسة شافية على العظام وعلى الدسك يا رب، تلمس كل عمود فقري من فضلك يا رب، وتكمل شفائك لإيهاب في العملية باسم الرب يسوع يا رب، تلمسه 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 شفاء كامل يا رب. وأختي عفاف يا رب بتباركها هذه الإنسانة الرائعة، بتباركها بركة غير عادية يا رب، وتفرح قلبها يا رب، وتبعدها عن كل مرض كل تعب كل ضعف باسمك القدوس يا رب. والصلاة يا رب من أجل زبيدة يا رب، السهل حصولها على الجنسية وتساعدها باسم الرب يسوع يا رب من فضلك يا رب. صلاة لكل أحبائنا اللي ما يعرفوش كلمتك يا رب، بتباركهم وتخليهم يعرفوك ويعيشوا كلمتك الحية باسم الرب يسوع يا رب. وأخيرا صلاة لكل الفريق العامل في سيسات يا رب، من المخرجين من المقدمي البرامج كل الناس يا رب اللي بيشتغلوا هناك يا رب، يا رب تباركهم كلهم يا رب، وتباركني معاهم. أمين أمين أمين. الرب متعني معاكم وباسم الرب يسوع، وحيمتعنا الأسبوع القادم وكل الحياة ما دمنا نعيش حياة القيامة مع الرب يسوع. إلى اللقاء أحبائي، أستنى أشوفكم الأسبوع القادم في نفس هذا الوقت يوم الثلاث الساعة 11:30 توقيت كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وباسم الرب يسوع بتكونوا محضرين حياة القيامة بكل نصرة بكل قوة، والرب معكم.